سؤال، أنا كمشجع نصراوي محمد، أنا شو استفيد من الكلام ذا كله؟ حق حفظ حق، لا حفظ ايش؟ أنا أبغى أجيب الدوري وأبغى أجيب دوري أبطال آسيا، هذا حقي كمشجع، عشان ما يجي اللي يسوى واللي ما يسوى يطقطق علي في السوشيال ميديا وفي المجلس. أنا بتقمص دور المشجع. أنا إيش يفيدني هذا الكلام؟ سؤال. الجواب بكل بساطة أنه هذه الأدوات اللي مثلا حمد الله كنو، هذه النصر، إدارة النصر قاعدة تعزز أدواتها للحصول على البطولات. أنت قاعد تجردني من أدواتي وتقول لي أتفرج؟ واضح. أنت ببساطة أبو بدر.